بيدي لا بيد عمرو، ولا صن داونز ولا الهلال. الكرة تعود بين أقدام النادي الأهلي، والخلاصة أفريقيا ما تستغناش عن كبيرها. في مباراة درامية وبلعب نظيف أنهى صن داونز مباراته مع الهلال السوداني بتعادل إيجابي، ومنح الأهلي فرصة ذهبية للاستمرار في البطولة الأفريقية. دلوقتي مستنيين نشوف الأهلي كبير القارة وهو بيحقق فوز مضمون على الهلال في القاهرة. محتاجين نشوف كل خبرات كولر وإمكانيات لاعبي النادي الأهلي في المواجهة دي. محتاجين نشوف جماهير النادي الأهلي، نسمع تشجيعهم وحماسهم في كل المدرجات، وتفضل الحقيقة الثابتة. أفريقيا بتحب الأهلي زي ما الأهلي بيحبها، علاقة كده أبدية تاريخية دايماً.